بدأت محافظة الأقصر في تنفيذ خطة شاملة استعدادا لانطلاق الموسم السياحي الشتوي لعام 2024. الهدف من ده هو إعطاء طابع مميز وساحر للمدينة التاريخية. الخطة بتركز على إزالة العقبات اللي بتواجه النمو السياحي وتقديم خدمات مميزة للزوار، وده طبعا بالتوازي مع تطوير ميادين وشوارع المدينة. ده كله بيحصل بالتعاون مع أساتذة كلية الفنون الجميلة لتحسين المظهر الجمالي للمدينة من خلال الرسومات على الجداريات والاهتمام بالمسطحات الخضراء وتزيين المسار السياحي. هان كل هذه الجهود بتأتي ضمن مبادرات تهدف لتحقيق الهوية البصرية للأقصر، وبالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء. بدأت محافظة الأقصر تنفيذ خطة استعدادات استقبال الموسم السياحي الشتوي لعام 2024، حيث تستهدف الخطة إضفاء طابع مميز وساحر على المدينة. وتجري حالياً مناقشات مع قيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية لإزالة جميع المعوقات التي تعرقل نمو السياحة قبل بداية الموسم، مع التركيز على تقديم خدمات متميزة للسائحين. كذلك تم مناقشة خطة تطوير ميادين وشوارع الأقصر بالتعاون مع أساتذة كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر بهدف إضافة لمسات جمالية على الجداريات في شوارع المدينة. وتشمل الخطة الجديدة خطوات لتطبيق الهوية البصرية وتجميل المدينة من خلال تزيين الجداريات والأكشاك الكهربائية وتكثيف أعمال النظافة وتحسين المسطحات الخضراء وطلاء الأرصفة. كما سيتم تزيين طريق المسار السياحي ومداخل ومخارج المدينة بما يتماشى مع الطابع العصري الذي يعكس هوية الأقصر. بالإضافة إلى ذلك، يتم حالياً تنفيذ أعمال تطوير شوارع وميادين المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة التي تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء، مما يسهم في خلق بيئة نقية وصحية للمواطنين.